عارف انك جوه. افتحي يا هند، انا ماليش حد غيرك اتكلم معاه. افتحي خلينا نتكلم، ولو ما عجبكيش الكلام هبقى امشي. انت جايز يكون معاكي حق في كل اللي انت قلتيه، بس انا بقى متأكد في ان كل اللي انا عملته هو الصح. انا مش قلتلك انك بقيت شبه اللي جاي تنتقم منهم؟ خلاص خلصت اللي عايز تقوله؟ لا ما خلصتش. هند انا محتاج لك، وطبعا بحبك. انا وانت يا فخر خلاص. لو جاي هنا عشان اسامحك هحاول، لكن انا مش هقدر اساعدك تاني. مش هخاطر بحياتي علشانك، كفايه عليا دم كده. انا طلبت ارجع لفرنسا، والكلام ده هيحصل في الشهور الجاية. سمير العم توصل لي وبيهددني، ولو ما ساعدتنيش هتقري خبري قريب. اللي حصل بس انا بصراحة مش فاهم هو ما قتلكش ليه طالما قدر يقتلك. ما عرفنيش انت، ما عرفنيش. مش هيجي في باله يعني ان فخر المحامي الرومانسي يبقى هو فخر القناص اللي بيقتل. بعيد عليه. طب وبعدين؟ ما اعرفش بقى، انا عشان كده جيت. مش فايده منك. قولي لحد غيرك. غيري. ايه ده؟ فار. ما انا شايف انه فار، وانا بقولك انت بتربي يمام، بيعمل الفار ده ايه هنا؟ بقالي شهرين ثلاثه كده بشوف فيران، بس انا مش عارفه هما بيجوا منين. قمت جبت مصيده وحطيته فيها. غريبه دي. طب هتعملي بيه ايه؟ هعمل فيه ايه؟ هاخده اخر الشارع واسيبه وعيش حياته عادي. انا ما بحبش اقتل الحيوانات، حرام. الحيوانات ما عملت لنا اشي. انا بس بخاف على العفش تبقى اسنانها كده حاده. ايه ازاي سنانهم؟ علي العوض. طب سيبك من الفار بقى وركز لي على العبد. والله الفار ده ارحم من سمير العبد. هنعمل ايه؟ مش عارف. شوف. طب ما تحطولناهاش هنا بقى كده جنب الاكل. ايه القرف ده؟ سايب لك المطبخ كله.